السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى انكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نتقاسم معكم الحلوى او لا تشيز كيك اللي كيجي بنين وكذلك انه سهل بزاف، كيجي شويه مغاير من ناحيه البنه على تشيز كيك اللي معتاد كنعرفوه كلنا. بالنسبه للطبقه الاولى هو غيكون فيه غير جوج ديال الطبقات، غادي نحتاجو 100 غرام ديال البسكويت او البسكوي، اي بسكوي عندكم كتاخذوا 100 غرام، وغنحتاجو 50 غرام ديال الزبده المذابه. اول حاجه غنبدا بها غندير الزبده باش تذوب، وكذلك غنطحن البسكوي. هذا الصراحة دغيا، يعني دغيا كيوجد اصلا بدون فرن، يعني ما كديروش نهائيا في الفران. اللي ما عندهاش هكذا الغوبو باش تطحن البسكوي، يمكن لكم تو سامبلومون ديروه في ميكا اللي كتكون محكمه، وعاد دوزوا عليها بلاك راه كيتهمش. صافي غنهمشو ونرجع معاكم. هنايا كيف ما كيبان لكم هرمشتو مزيان، هانتوما يعني ماشي هرمشتو، يعني طحنتو مزيان. غادي نزيد عليه الزبده المذابه، صافي راه ذوبتها كامله، غنزيد عليه وغنخدمها مزيان صافي حتى تجمع ليا. كتبداو تخدموها حتى يتجمع لكم مزيان. صافي هنايا من تجمع ليا غنجي وغنديرو في هذا المول. بالنسبه لهاد الحلوه غادي اولا تشيز كيك، خصكم المول يكون عالي. اللي ما عندهاش هكذا المول عالي بلا ما تكلفوا على راسكم، خذوا مول يكون كبير. انا هذا القطر ديالو 15 سنتيمتر وفي العلو ديالو 7 سنتيمتر. هذا واخداه من عند من لا مارك ايما، راه ماشي غالي، جو بونس داير شي 8 ديال الاورو. الا ما عندكش هذا العالي ما تكلفيش على راسك، خذي مول يعني يكون في القطر ديالو كبير باش هي هذيك تهز لك لا كونتيتي. اولا يمكن لك تاخذي غير مول صغير والطبقه الثانيه هذه اللي غنديروا من الفوق نقصي منها. هادشي اللي يمكن ليا نقول لكم، يعني بلا ما تبقاو تكلفوا على راسكم باش تجيكم نفس لا غوسيت، حاولوا انكم نتوما يعني ديروا بديك الشيء اللي عندكم. صافي هاد المول هذا درت عليه ورق الزبده، غنجي نكب عليه هاد نقولوا هاد لاباط ولا لا بروميير الطبقه الاولى، وغادي نحاول هكذا نقدها مزيان، يعني نستويها مزيان باش تجيني يعني شاده في راسها. صافي غنحاول نستويها مزيان بحال هكذا، نتوما بحال هكذا. صافي هنايا استويتها مزيان، غندخلها للثلاجه حتى نوجد الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجو 200 غرام ديال جبنه الدهن اولا فروماج ناتور اللي تكون طبيعيه. هنايا عندي 90 غرام ديال سنيده، هنايا عندي نص حامضه عصير ديال نص حامضه، كاس ديال الياغورت. انا استعملت الكاس ديال الياغورت على غريك، يمكن لكم ديروا اي ياغورت غير هو يكون مسوس. 200 مليلتر ديال الكريمه السائله اللي تكون بارده مزيان. وهنايا غادي نحتاج 8 غرام ديال الجيلاتين. هاد الجيلاتين بالنسبه للناس اللي ساكنين هنايا حدا مثلا مونت لا جولي، راه كاينه كيبيعها المغازان اللي سميتو بازار دو لا بوست، جيلاتين حلال عنده. صافي نبداو على بركه الله. اول حاجه كديروها هو انني درت الجيلاتين في الماء يكون بارد ونخليوها جانبا. هنايا خديت الفرماج، غير هكذا الفرماج حاولوا انكم تخليوه واحد تقريبا ساعه على برا، ما يكونش في الفريغو، باش بالنسبه من تبغيو تخدموه يجيكم ساهل في الخدمه ديالو. شتو بحال هكذا دغيا انا كنخدمو. لهاد الفرماج غنزيد سنيده ونخلي ما يعادل معلقه كبيره باش غنصايب بها لا كريم، ونخلط مزيان، يعني ندخل سنيده مزيان في هاد الفرماج. صافي نستمر حتى تجمع ليا مزيان سنيده مع الفرماج.
صافي ملي كيتجمع ليا مزيان سنيده مع الفخماج كيبدا يبان لينا المزيج كيبري. غنزيد هنايا عصير ديال الحامض ونزيد الياغورت طبيعي ونعاود نجمع صافي. وتخدموها عاوتاني مزيان، تخدموا المزيج هكذا مزيان حتى يتجمع لكم صافي. الخليط كيكون بحال هكذا يعني كيكون تجمع مزيان. غنخليو غير جانبا على ما نطلعوا لا كريم. هنايا غندير الكريمه السائله وغنزيد عليها هذه سنيده اللي خلينا يعني جهد معلقه صغيره ديال سنيده غنزيدها وغنخدم الكريمه مزيان. الطريقه هذه كنديرها باش ما يبقاش يعني داكشي اللي كتخلطوا كيطير في اي بلاصه، يعني هكذا كتغطيو باش هي هذه كيبقى لكم داكشي نقي ومنها يعني الكوزينه كتبقى مجموعة. هنايا صافي ملي كتخدموها ماشي كتوقف مزيان، غير كتولي بحال هكذا يعني ماشي بحال اللي تولي يعني واخا ندوروها ما كتنزلش، لا غير انها تشد مزيان في راسها. يعني تقريبا غتخدموها لمده 3 ديال الدقائق حتى ل 4 دقائق. دابا غنزيد عليها الخليط الاول صافي. كنزيد هكذا كنزيدها على الخليط الاول بحال هكذا وغادي نحاول نخدمها غير واحد الشويه حتى يتجانسوا ليا العناصر بجوج ما بيناتهم صافي. ونحبس عليها بحال هكذا صافي وغنخدمها هكذا غير واحد دقيقه حتى يتجمعوا ليا العناصر بجوج صافي. كيعطيني مزيج داير هكذا. غنخليه جانبا على ما نخدم لا جيلاتين. غير هي نصيحه ملي تكونوا كتصايبوا هذا ما تكونش حداكم الدراري، لانه اكيد مي فريمون اكيد ان هذا غياكلوا لكم الدراري. وفكره ثانيه يمكن لكم تستعملوا هذا يعني بلا جيلاتين ديروه في لي فيرين، ديروه في لي فيرين وديروا فوق منه هكذا ان كولي ديال فرومبواز ولا مثلا ديال المونغ، او لا غير تخليوه هكذا وتزوقوه بالفواكه هكذا طريه غيجي لذيذ بزاف. يعني غير هذا الخليط هذا يمكن لكم ديروه في لي فيغين تيقوني غيجي غيعجبكم بالمعقول. هيا صافي غنجي غنحيد لا جيلاتين كتنشفوها مزيان يعني تحيدوا منها تخرجوا منها الماء كامل صافي هكذا. يعني اللي ما بغاش يديرها في الميكرووند يعني اللي بغى يذوبها في الميكرووند غتاخذ ليه 10 ديال الثواني في الميكرووند، سينو غديروا بحالي ديروها في الباماري. انتما تشوفوا كيفاش غنديرها. غناخذ الماء طايب يعني او بويونت وغندير فيها هذه نديرها بحال هكذا ونبقى نحرك حتى تذوب على خاطرها راه دغيا كتذوب هانتوما مي فريمون دغيا غتذوب لينا. انا من الاحسن يعني فريمون من الاحسن ننصحكم ديروها في هذه القضيه هكذا على شكل باماري، لانه الا درتوها في الميكرووند يمكن لكم تنساوها ولا مثلا هكذا تحرق لكم. يعني من الاحسن ديروها بحال هكذا هانتوما صافي كتجي راه دغيا راه ما قطعت حتى حاجه ما قطعتش باش تشوفوا انها راه دغيا يعني دغيا كتذوب. كنجي كنكبها على الخليط ديالي ونحرك هكذا وغادي نحرك يعني نجمع كلشي انا حتى كتجمعوها مزيان يعني كتدخلوا في الخليط كامل تدخلوا فيه هاد لا جيلاتين اللي درنا. حاولوا انكم تخدموها انرجيتيكمون يعني هكذا يعني مزيان فوالا حتى تدخل مزيان صافي. هنايا من جمعت الخليط ديالي مزيان هانتوما كيكون بحال هكذا كنجبد هذه من الثلاجة وغنجي غنكب عليها هاد الطبقه الثانيه
نحاولوا حتى هي نستويوها مزيان من الفوق. قدوها مزيان باش هذا يعني المنظر الفوقاني يجي مزيان. كتجيو كديروا ليها بحال هكذا باش تجمع هكذا مزيان. وغنحاولوا نقدوها من الفوق. من الفوق كتاخذوا هكذا معلقه وكتبداو تقادوا، اولا يمكن لكم تعطيوها مثلا شي ديكور بغيتو هكذا من الفوق، ماشي مشكل. انا غير غنحاول هكذا نستويها وصافي. فوالا كتبقاو هكذا متبعين كيف ما كتشوفوا. من كتقدوها كتجي هكذا مستويه من الفوق. انا غندخلها الثلاجه. بالنسبه لي انا غنخليها ليله كامله، يعني من الاحسن انكم تخليوها ليله كامله. اللي مثلا جايين عندها مثلا بغات توجدها للعشيه خدموها في الصباح وتبقى لكم حتى العشيه، لانه خصها المينيموم تبقى ترتاح في الثلاجه، ماشي في الكونجيلاتور، غير في الثلاجه لمده 3 ديال السوايع على الاقل. يعني من الاحسن تخليوها 3 سوايع فما فوق. يعني فوالا غندخلها الثلاجه صافي، باش ديك الساعات نوريكم كيفاش غتجينا. هنايا صافي مي كيبقى ليله كامله. كنجي كناخذوا هكذا يكون اون سيرفييت اللي كديروا فيها الماء سخون، يعني كتشلوها مزيان بالماء سخون وكتحاولوا انكم تحطوها بحال هكذا، يعني الجوانب بجوج، يعني تعاودوا العمليه جوج ديال الخطرات باش حتى هي تشرب السخونيه. غنعاود عاوتاني ندخل يعني نعاود ندوز عاوتاني لا سيرفييت في الماء يكون سخون مزيان، وعاد ديك الساعات باش تعطيني الطوع نحيدها. كيف ما كتشوفوا كيجي هكذا مستوي. من بعد نتوما الا بغيتوا تخليوها بحال هكذا، انا غنخليها بحال هكذا كتخليوها، سينو يمكن لكم ديكوريوها من الفوق، مثلا تحكوا عليها الحامض الخضر اولا ديروا عليها البيستاش، نتوما كيبقى لكم ديك الساعات الاختيار. هاد تشيز كيك كيجي رائع جدا، ونقدر نقول لكم ان الضيوف ديالي حماقوا عليه. دائما كنديروا للضيوف كيحماقوا عليه وكيسحبهم انني شريتو، يعني حتى في المنظر كيجي زوين، وسورتو الا بغيتو مثلا تخليوه هكذا كيجي مخالف اولا تزوقوه باش ما بغيتو ديك الساعات. درت انا هاد التقديم. بالنسبه اللي بغى يشوف الطاوله باكملها رجعوا للفيديو اللي قبل من هذا، رانا داير هضره بالتدقيق على طاولة وكذلك الأواني منين شريتهم. كنتمنى أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وكذلك اشتركوا في القناة وبارتاجيو إلى عجبكم المحتوى، وتابعوني على الإنستغرام على سلمى سويت ديكو. كنشكركم بزاف وكنقول لكم إلى الملتقى، إلى إن شاء الله فيديو ماجي. مع السلامة.